بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أردت الحصول على التوفيق والسعادة فالزم نفسك بأن تقول هذا الذكر دائما، كما قال مولانا وسيدنا الإمام زين العابدين عليه السلام للحاج الشيخ أحمد ابن الشيخ زين الدين رحمة الله عليه. روى الحاج النوري عن الحاج الشيخ أحمد ابن الشيخ زين الدين رحمة الله عليهما قال: لقد تشرفت بلقاء الإمام زين العابدين عليه السلام في عالم الرؤيا ذات ليلة، فسألته: سيدي ماذا أفعل كي أكون من المتذكرين للقبر والقيامة دائما وأكون من المتقين؟ سيدي ماذا أفعل لأوفق للتوبة وأداء الأعمال الصالحة وأتزود للدار الآخرة؟ سيدي ماذا أفعل إذا أردت أن يدفع الله سبحانه وتعالى عني الفاقر والسقم والأمراض وإلى غير ذلك؟ فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام في عالم الرؤيا: إذا أردت الحصول على التوفيق، الحصول على السعادة، فألزم نفسك بأن تقول دائما: اللهم صل على محمد وآل محمد. وكما يقول علماؤنا الأعلام، أقل هذا الذكر هو 100 مرة، وإذا أردت والأفضل أن يصل إلى 1000 مرة، فتعيش ما عشت في الحياة الدنيا موفقا وسعيدا، والله سبحانه وتعالى يريك خير الدنيا والآخرة، ويحل لك كل مشكلة، ويزيل عنك كل هم وغم وضيق. دائما وأبدا صل على محمد وآل محمد. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.